وخلال خطبة عرفة من مسجد نمرة أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، حثا حجاج بيت الله الحرام على اغتنام الفضل العظيم خلال وقوفهم بمشعر عرفات الطاهر الذي يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته في موطن شريف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات. إنكم في عرفة في موقف عظيم يباهي الله بكم ملائكته، فهذا موطن شريف وزمان فاضل تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، فأروا الله من أنفسكم اتباعاً للسنة واقتداءاً بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خطب في هذا الموطن ثم أمر بلالاً فأذن فأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظهر ركعتين، ثم أقام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين جمعاً وقصراً، ثم وقف على ناقته يذكر الله ويدعوه حتى غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة يوصي أصحابه بالسكينة والوقار والرفق، فصلى بمزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وبات بها إلى أن صلى الفجر، ثم دعا إلى أن أسفر فذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هدية وحلق شعره، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وبقي فيها أيام التشريق يكثر من ذكر الله تكبيرا وحمدا وتهليلا، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يوميا، ويدعو بعد الصغرى والوسطى، ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث في منى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل، وقد أباح التعجل في اليوم الثاني عشر. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من حجه وأراد السفر طاف بالكعبة المشرفة.